معانا ايضا دكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس اداره البورصه الاسبق. طبعا استاذ سامح، دكتور سامح، يعني لما الناس بتسمع بيع الاصول بتنزعج بصراحه، برغم ان ده مهم جدا. احنا راجعناه في سياسه ملكيه الدوله، ان احنا الدوله يجب ان تخرج ولازم يبقى مزيد من القطاع الخاص، استثمارات للقطاع الخاص. انت شايف التقرير ازاي فيما يتعلق بزياده دور القطاع الخاص وتراجع دور الدوله وعدم مزاحمه الدوله في القطاع الخاص في الاستثمارات؟ شكرا مدام لميس على استضافة حضرتك ليا. طبعا التقرير واضح جدا، وده كان كل بيتكلم عليه والدولة اتكلمت عليه قبل كده، انه لابد انه القطاع الخاص هو اللي يقود عملية التنمية، لان كل التجارب اثبتت ان تجول الدولة بصورة كبيرة في القطاع الاقتصادي عادة بيؤدي إلى مشاكل أكبر بكثير جدا من الحلول المتطلبة. لأن لما بيبقى بيسيطر الدولة على القطاع الاقتصادي بتفقد أهم ميزة كبرى هي الانوفيشن، الإبداع. مفيش إبداع، مفيش حركة، مفيش ديناميكية في الاقتصاد، مفيش الرغبة في التطوير القوي المحفز، فده كله بيعطل الاقتصاد بصورة كبيرة جدا 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 وبيحط أعباء بس الحاجات. اتفضل، بس انا هقاطع حضرتك شويه، انه كان من الضروري ان تدخل الدوله في فتره معينه ل يعني انعاش الاستثمارات في وقت ما كانش القطاع الخاص هيدخل. الان حان وقت انه نرجع خطوه ورا، وهو ده اللي الحكومه فعلا قالته. وهو ده وده ده كان دايما النمو الاقتصادي بيبتدي في ان الدوله بتبتدي، ولكن استمرارها بصوره اكتر من اللازم بتؤدي الى المشاكل. فعشان كده ان وجود الدوله في الاقتصاد مهم، ولكن بصوره مسانده للقطاع الخاص ومش مؤثره تاثير سلبي على تواجده. يعني هتلاقي ان حتى في الولايات المتحده الامريكيه الدوله بتلعب، الاداره الامريكيه بتلعب دور كبير جدا في الاقتصاد، بس دور مساند اكتر منه دور منافس للقطاع. طيب، جزء كبير من التقرير، او جزء من التقرير، بيتكلم على التزام الدوله بانها هتطرح في البورصه، هتطرح للمستثمر الاجنبي، الاستثمار الاجنبي المباشر. هنا البورصه دايما كل ما نيجي نتكلم على البورصه بيطلع كلام بقى انه ايه، ليس الان الوقت المناسب. بصراحه هل احنا بقالنا سنين يا دكتور، وانت عارف، سنين بنتكلم على بنك القاهرة، سنين بنتكلم على حصص من شركات بترولية، سنين بنتكلم على طرح في البورصة. امتى نقدر نطرح في البورصة عشان الناس تكون شركاء في الملكية ايضا؟ انا في رأيي انه حتى لو كان الوقت غير مناسب، انت ابتدي بطرح جزء صح في البورصة، والطرح ده بيترتب عليه مش مجرد طرح اسهم، هو طرح في تفكير في الاداره، مانجمنت، حاجات كتيره جدا مرتبطه بعمليات الطرح، هي يعني مش بس مجرد انا بطرح اسهم. فاطرح جزء من ولو بسيط في البورصه من الشركات اللي انت محتاج حاططها في البرنامج، وطور في الاداره بتاعتها، وخلي يبقى حتى ارفع قيمه بقيه الاسهم، والبورصه هتساعدك في كده. فلا يعني مش بالضروره ان الـ الـ ان احنا نتسنى لغايه لما كل حاجه تبقى هايله، لا، ابتدي واتحرك. خلي بال حضرتك ان الفتره لما تفتكري ان اللي رجع البورصه بقوه كان برنامج الخصخصه في طبعا التسعينات. كويس، انت عارفه ان البورصه المصريه نتيجه ان برنامج الخصخصه توقف، الراس مال السوقي بتاعها انكمش. انت محتاج تقوي هذه راس المال السوقي، تكبره، مش ممكن تكبره غير بطروحات من
من الطروحات في الشركات الخصخصه. طب هرجع واقول لك ان الناس بتنزعج من كلمه الخصخصه، والناس بتنزعج من فكره ان انت تبيع حصه. يعني هو لسه الاحساس بالملكيه والقطاع العام القديم لسه مترسخ لدى كثيرين يعني، فازاي نقنع الناس انه دخول القطاع الخاص مهم، انك تطرح في البورصه مهم، انك انت حتى تطرح لمستثمر استراتيجي عربي او اجنبي مهم ايضا. انا رايي انه المواضيع لازم تبقى في صوره متكامله، انه القطاع الخاص لما بيدخل مع في مجال هو بيطوره وبيطور معاه الاقتصاد وبيطور معاه الامور كثيره جدا، وبالتالي احنا لازم ناخد الموضوع متكامل، ما ينفعش نركز في حته واحده ونسيب الباقي ونقول ده ما مشيش. احنا بيحصل عندنا ان احنا نظن مثلا ان مجرد طرح اسهم هو ده هي دي الخصخصه خلاص، لا، طرح الاسهم ده جزء من عمليه ازاي التطوير وازاي تطوير المناخ اللي بيعمل فيه الاقتصاد، ازاي يبقى في مرونه في الاقتصاد، ازاي في مرونه في السياسات اللي بتتعامل مع القطاعات المختلفه، ازاي يبقى في وضوح في القواعد اللي بتحكم، امور كثيره جدا بتبقى متكاملة مع بعضها. لما ده بيتحط كله متكامل انا بعتقد ان الناس بتشعر بالراحة لانها بقت شايفة الصورة اوضح. انما التوقف عند امر معين ونقول ان هو ده اللي هيحل، لا، هو في صورة اعمق لابد ومتكامل. والتقرير بيتكلم على كده، هو بيتكلم مش مجرد انه سعر صرفه بس، لا، هو بيتكلم على حزمة سياسات والخصخصة جزء منها، او فكره القطاع الخاص جزء منه. فدايما احنا كثيرا بنقف عند حاجه واحده ونعتبرها صحيح هي دي الحل، لازم تكون صوره اعمق ومتكامله اكتر من كده. شكرا دكتور سامح الترجمان رئيس مجلس اداره البورصه الاسبق.